رسالة ديال وزراء خارجية الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. عقد هذا الاجتماع الثالث لهذا المسلسل كيأتي في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس ورؤية جلالته لهيكلة الجنوب الأطلسي. بحال اللي كتعرفوا تاريخيا الشمال الأطلسي مهيكل وكاين حلف وكاين الجنوب الأطلسي بقى دائما واحد المنطقة اللي غير مهيكلة، علما بأننا إذا خدينا غير المنطقة الإفريقية كنهضروا على 5 مليون ديال كيلومتر مربع. كنتحدثوا على 22 دولة، كنتحدثوا على حوالي نصف سكان القارة الإفريقية، كنتحدثوا على المنطقة اللي فيها يعني الفرص عديدة للتنمية، السياحة في البحر في المحيط الأطلسي، الموانئ في المحيط الأطلسي، الطاقة في المحيط الأطلسي، يعني العمران في إفريقيا في المحيط الأطلسي اللي فيه دول اللي هي دول مهمة للقارة الإفريقية: المغرب، أنغولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، سنغال، نيجيريا. هذه كلها دول يعني مستقبل القارة الإفريقية غادي يكون من خلال المحيط الأطلسي. وهذا إذن رؤية جلالة الملك هذه سنوات هي أن المغرب خصو يأخذ المسؤولية ديالو ويحاول يساعد الدول الإفريقية على أنها تنخرط في واحد المسلسل وفق ذاك المقاربة اللي كيبغي دائما جلالة الملك أنه ما يتأخذ مسؤوليتها، ما تسناش حتى يجي شي واحد يقول لي راه هذه منطقة مهمة أجي نشتغلو. هم الأفارقة خصهم الأولين يشتغلوا فيها، لأن كاين الفرص بحال اللي تحدث وكاين كاين التحديات، القرصنة، الهجرة السرية، التلوث، الجريمة العابرة للحدود، هذه كلها كذلك كاينة في المحيط الأطلسي. وبالتالي الهدف من هذا المسلسل هو كيفاش أن هذه الدول الإفريقية تستغل الفرص وتواجه التحديات اللي كتعاني منها هذه المنطقة. الدورة الأولى كانت لي بحالي كنقول بريز دو كونسيونس باش يكون وعي بالأهمية لهذه المنطقة، أننا كنا نتفقوا على أن على ماذا نتحدث، على منطقة بحالي قلت فيها فرص وعلى منطقة فيها مشاكل، ونتقسموا المعطيات. كانت في الدورة الأولى شنو عند كل واحد حول الفرص والتحديات اللي كاينه في المنطقه. الاجتماع الثاني كان للهيكله، احنا اتفقنا وخدينا نفس الوعي بالاولويات وبالمخاطر وبالفرص، كان ضروري اننا نخلقوا هياكل لهذا المسلسل. تخلقت سكرتاريه دائمه، تخلقت 3 فرق العمل، واحد كتراسو نيجيريا اللي حول الحوار السياسي والسلم، واحد كترأسو الكابون حول البيئة، واحد كترأسو الكابفير حول الاقتصاد الأزرق والكونيكتيفيتي والربط بين الموانئ وغيرها. اخترنا دولة أنجلوفونية، اخترنا دولة فرانكوفونية، اخترنا دولة اللغة البرتغالية، اخترنا دول من مناطق مختلفة باش يكون الجميع يشارك في هذا المسلسل، ما يكونش مسلسل غير ديال المغرب ولكن مسلسل ديال كل الدول اللي كتشارك فيه. الهيكله مشينا فيها، دونك بعد الوعي بعد الهيكله دابا جا وقت العمل. لهذا الدوره الثالثه كانت هي اننا نحاولوا نعرفوا شنو هما يعني المبادرات الملموسه اللي يمكننا ناخذوا على مستوى تنظيم الموانئ،
على مستوى محاربة التلوث، على مستوى الاقتصاد الأزرق، على مستوى السياحة النظيفة. هذه كلها خصنا مبادرات ملموسة واللي هي اللي اشتغلنا عليها، وكانت اليوم المصادقة على برنامج العمل اللي فيه مجموعة ديال الاقتراحات اللي داروها لنقاط الاتصال واللي وافقوا عليها الوزراء اليوم باش نبداو التنفيذ ديالها. اذا فهاد الاجتماع الثالث هو اجتماع لترجمة الوعي والاعتماد على المؤسسات للقيام بما يجب القيام به من عمل. كانت مشاركة مهمة، 21 دولة شاركت، منها 12 على مستوى وزاري. بحال اللي قلت تم الاتفاق، تم اولا الاستماع للاشتغال اللي قام به كل فريق العمل من الفرق الثلاث. اتفقنا على برنامج العمل، و اتفقنا كذلك على اعلان الرباط. اعلان الرباط كان فيه التركيز على ثلاثه الامور. النقطه الاولى، إذا كانت هذه مبادره دبلوماسيه فالترجمه ديالها على ارض الواقع ما كتهمش غير الدبلوماسيه، كيخص واحد التعبئه ديال في كل دوله ديال القطاعات وديال الفاعلين اللي معنيين بالمحيط الاطلسي. ملي غنهضروا على البيئه، ولا ملي غنهضروا على الصيد الغير المشروع، ولا ملي غنهضروا على القرصنه، ولا ملي غنهضروا على السياحه النظيفه، هذه كلها خصها انخراط القطاعات الوزاريه المعنيه والفاعلين الاقتصاديين، الجمعيات، رجال اعمال وغيره. فهذا كان هو المحور الاول ديال هذه لا ديكلاراسيون، باللي اليوم خصنا هذا الوعي اللي كان على مستوى الدبلوماسيه خصو يهبط بان يكون وعي على مستوى كل القطاعات في كل دوله بان المحيط الاطلسي هو واحد الفضاء ديال الفرص، هو واحد الفضاء ديال التحديات اللي خصنا نشتغلوا به. والمغرب اقترح باش نبداو في عقد اجتماعات قطاعيه، يكون اجتماع لوزراء البيئه للدول الافريقيه المطله على المحيط الاطلسي، اجتماع لوزراء الداخليه للدول الافريقيه المطله على الاطلسي، باش ندخلوا الى ترجمه هذا برنامج العمل، والى لان اللي غيطبقوا على ارض الواقع هما هاد القطاعات وهما هاد الفاعلين. النقطة الأخرى اللي كانت في برنامج العمل في لا ديكلاراسيون في إعلان الرباط هي أننا اليوم بهاد ولات مجموعة المبادرات عاوتاني حول الأطلسي. الولايات المتحدة دايرة واحد المبادرة، برازيل دايرة مبادرة، خص الأفارقة يوجدوا نفسهم باش يتفاعلوا مع هاد المبادرات، ما يكونوش مستهلكين لمبادرات أخرى بل يمشيوا واجدين. وهذه الأهمية ديال مسلسل الرباط هو أن غيكون الإفريقية غتوجد وهاد الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي غتتكلم بصوت واحد بلغة واحدة، عندها مرجعيات ديالها. غادي نمشيو حنا ببرنامج العمل ديالنا، اللي بغى الشراكة مع إفريقيا الأطلسية يكون عارف بأنها هالأولويات ديالها وها فين يمكن له يدخل فيها، عكس ما نكونوا مستهلكين ونمشيو غير نتجاوبوا مع اقتراحات ولا مبادرات ديال اطراف فاعله. كاين اليوم على المستوى الدولي واحد الوعي باهميه جنوب الاطلسي في اطار هاد جلوبال ساوث اللي كاين اللي ولا دابا على مود. كاين هاد الجنوب الاطلسي اللي واحد المجال مهم بين امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه وافريقيا. والمغرب لما انطلق هاد المبادره كان من الاول كيقول بان نوجدوا نفسنا يكون عندنا ونوحدوا الرؤيه ديالنا قبل ما نمشيو نهضروا مع امريكا اللاتينيه ولا مع امريكا الشماليه ولا مع اوروبا الاطلسيه حول كيفيه هيكله العمل في هذا المحيط الجنوب الاطلسي. بحال اللي يقول الجنوب الاطلسي باقي واحد المجال غير مهيكل، واحد المجال ديال عنده اولويه استراتيجيه ولكن فيه فوضى مؤسساتيه. خصو اليوم يتنظم، خصو يتهيكل، وخص يكون مجال للتعاون، والا غيكون واحد المجال اللي يعني بحال اللي كنقولوا الفراغ ما غيملؤوا شي حد اخر، الا ما ملؤوش الدول غيملؤوا القراصنه ولا شبكات الهجره السريه ولا شبكات
الجريمة العابرة للحدود. فهذه كانت هي الخلاصات ديال هذا الاجتماع اللي شكل واحد المحطة إضافية في بناء هذا الفضاء الأطلسي الإفريقي كفضاء الاستقرار، كفضاء للتنمية، وكفضاء للحوار. شكرا. السؤال كان حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبأن كان هناك بعض التصريحات وبعض حول عدم تجديده أو عدم تجديده. في البداية قلت خصنا نوضحوا جوج الأمور. اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي اللي توقع في 2019 هو لفترة غير محددة، تالي باقي ساري المفعول. البروتوكول ديال الصيد البحري اللي هو ملحق بالاتفاق هو اللي فيه 4 سنين، غيسالي كنظن يوم 17 يوليوز، يعني غيسالي في هذا الأسبوع. وبالتالي فالنهاية ديالو هي كانت منتظرة، كانت مبرمجة، لأن لما وقعنا عليه قلنا بأنه لفترة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. وبالتالي اليوم فهذه ماشي انتهاء مفروض أو لا لأسباب غير معروفة، لا، دي كان مكتوب بأنه فيه 4 سنين وغيسالي فهاد 4 سنين. كاين اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل ديال اللجنة المشتركة الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللي غتقوم بتقييم هاد 4 سنوات. المغرب التقييم ديالو الأولي هو إيجابي حول التعاون في هاد 4 سنوات، واللي كان بناء وكان يعني واحد المجال اللي كان فيه شراكة نفع الطرفين. دابا المستقبل ديال هذا البروتوكول، قلت بأن الحكومة المغربية هي كتدرس المستقبل ديال هذا البروتوكول ومستقبل ديال هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا التفكير ديالها الحكومة كتاخذ بعين الاعتبار ثلاثة ديال المحددات. المحدد الأول هو عنده واحد الطبيعة كيفاش كيشوف المغرب الشراكة مع الشركاء ديالو، واش هاد الشكل من الشراكة اللي كان أجي خد الموارد وخلص وسير، واش هو الشكل اللي باغي المغرب اليوم في إطار رؤية جلالة الملك والسياسة الخارجية للمملكة المغربية، ما كيشوفش الشراكة بهذا الشكل. وهذه الأشكال يمكن تجاوزت، المغرب كيشوف شراكة اللي فيها قيمة مضافة للمغرب واللي فيها يعني واحد الندية، فيها واحد ماشي بهذا الشكل اللي هو الشكل التقليدي ديال أعطيني الموارد نعطيك الدعم المالي والتقني. هذه ربما هذا المعطى كاين فيه تفكير أي شكل من أشكال الشراكة المغرب باغي، واش هاد الشراكة كما كانت من قبل بقى صالحة اليوم أو لا. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني مرتبط، والمحدد الثاني مرتبط بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الصيد البحري. المغرب عنده استراتيجية أليوتيس لتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني للمغرب والمغاربة أولا. هذه الاستراتيجية ماشي فقط تصور نظري، عندها انعكاسات على شنو غيدير المغرب نفسه وفين عنده يمكن له يدير شراكات. وبالتالي انطلاقا من هذه الاستراتيجية عاد غيكون المجال اللي غيبقى للشراكات الخارجية. بالتالي فهذه الاستراتيجيات اليوتيس كذلك معطى مهم اللي كيتخذ في الاعتبار في مستقبل هذه الشراكة وهذه الاتفاقات ديال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. المحدد الثالث والتساؤل الثالث هو المعطيات العلمية والبيولوجية. هذه واحد الموارد اللي ماشي كتجدد باستمرار، وبالتالي خص الحماية ديالها، والدراسات العلمية والدراسات البيولوجية هي اللي غتبين لنا كيفية التعامل معها مستقبلا. واش كيخصها حماية أكبر، واش شنو هو المستوى الصيد اللي يمكن يخلي هاد الموارد تبقى. فهذه كذلك من الأسئلة ومن المحددات اللي غتخاذ في عين الاعتبار. وفي جميع الحالات المغرب غيبقى مع في حوار مع الطرف الأوروبي باش يشاركوا في هاد التفكير وفي هاد التساؤلات وفي النتائج ديالها. وبحال اللي قلت
الشراكة في هذا المجال ما مرتبطاش فقط في البروتوكول، هي شراكة أكبر اللي كيحددها الاتفاق اللي كيبقى ساري المفعول. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.